مركز ركن الحوار. يعمل المركز على تعريف غير المسلمين بالإسلام عن طريق الحوار الإلكتروني إلى أكبر قدر من مستخدمي الإنترنت، وقد دخل في الإسلام حتى الآن 2240 شخصا بفضل الله. حسناتك بعد مماتك هي حملة لتعريف 999 شخصا بالإسلام، 999 ريالا فقط للشخص الواحد، وهي كفيلة بحول الله لهداية شخص للإسلام. بدعمك للحملة تكون قد دللت شخصا واحدا للإسلام، وقد ييسر الله الهداية لشخص آخر على يد هذا الشخص الذي تسببت بهدايته، ومن ثم تمتد سلسلة الهداية إلى عدد لم تكن تتوقعه في حياتك وبعد مماتك. للمساهمة بالحملة مصرف الراجحي 3936-0101-00-666-24. بعد ذلك أرسل رسالة نصية قصيرة باسمك وبالمبلغ الذي تم تحويله لتصلك معلومات المسلم الجديد لاحقا. حسناتك بعد مماتك أجر دائم لا ينقطع لك ولوالديك ولمن تحب.